جميعنا غير مدركين لقيمتنا الحقيقية لدى الناس، فمن الصعب أو من المستحيل أن تعرف بدقة ما هي الصورة أو الانطباع الذي تعطيه للآخرين، والكثير منا يقلل من تقديرهم لجاذبيتهم ومستوى تأثيرهم على الآخرين. فمن الممكن أن تكون شخص بقمة الجاذبية والحضور دون علمك بذلك، طبعا بغض النظر عن الجمال الطبيعي الذي لا يشكل إلا جزء من الجاذبية، بينما الجزء الآخر يعتمد على سلوكك العام وحركاتك الجسدية وطريقة كلامك والطاقة الإيجابية التي تخرج منك. دعوني أقدم لكم في هذا الفيديو 7 علامات تدل على أنك شخص جذاب بنظر الآخرين. ليس بالضرورة أن تكون علامات لجذبك للجنس الآخر، بل هي تشير لقوة حضورك وتأثيرك بين الناس بشكل عام. العلامة الأولى النظرات. إذا كنت تلاحظ أن الناس ينظرون إليك، خاصة إذا كانت نظرات خفية سرية، ففي أغلب الأحيان هذا دليل على أنك شخص ملفت للنظر، ومرورك بين الناس لا يمر مرور الكرام، بل فيه شيء مميز. يمكن أن يكون السبب جمالك أو جمالك، لكن شيء يلعب أيضا دور كبير هو اللبس وطريقة المشي ولغة الجسد. تتغير هذه المعايير بين الرجل والمرأة. العلامة الثانية تلقي الابتسامات. إذا كنت بطبيعتك شخص مبتسم والناس تبتسم لك أيضا، فهاي علامة إيجابية. وإذا كنت شخص غير مبتسم عادي، فهذه علامة إيجابية أكبر. ابتسامة الناس لك تدل على أنك لست فقط شخص مميز، بل أيضا شخص يشعر بالراحة والأمان. أعتقد أن هذه العلامة هي الأقوى والأهم، لأن الابتسامة للناس ليس بالشيء السهل، وهذا يعني أن ابتسام الناس لك يدل على أهميتك الكبيرة لديهم. العلامة الثالثة قدرتك على إضحاك الناس. يمكن أن يروي شخص نكتة معينة ولا يضحك عليها أحد، ويمكن أن يروي شخص آخر ذات النكتة ويضحك جميع الموجودين. فيا أما السبب هو طريقة الإلقاء الكاريزماتية، يا أما تغير اهتمام الناس بين شخص وآخر. فإذا كنت تلاحظ أن لديك سهولة بإضحاك الناس، خاصة من لا تعرفهم والمتواجدين في نفس المكان، فاعلم أنك إما تمتلك طريقة كلام وإلقاء قوية، إما أن الناس يحاولوا التقرب منك بأقرب فرصة، وفي الحالتين هذه علامة إيجابية قوية جدا. العلامة الرابعة تذكر الناس لإسمك. إذا تعرفت على شخص وتذكر اسمك من أول لقاء، فتأكد أنه هذا الشخص ما حفظ اسمك بنفس اللحظة اللي قلته فيه، بل أنه أعاد التفكير بك وباسمك لاحقا، وهذا دليل على الاهتمام، خاصة إذا كان اسمك مميز وصعب الحفظ. والأقوى من كل ذلك أن يكون اسمك معروف بين أشخاص أنت بنفسك لا تعرفهم، إن كانوا معك في نفس الشركة أو الجامعة، فهذا يدل على أن الحديث تدور عنك بغيابك. وإن كان الحديث بالجيد أو السيء، فأنا شخصيا أعتبره شيء إيجابي. فالشخص المثير للاهتمام يمتلك دائما المعجبين والكارهين أيضا، وكلاهما يتحدث عنه بغيابه. العلامة الخامسة تذكر الناس لك. إذا كنت تتلقى العزائم والدعوات للخروج لمكان ما من أشخاص تعرفهم جيدا أو لا، فهذا دليل على رفقتك الجميلة. وجودك خفيف ويضيف شيء جميل للجمعة. دايما تذكر أنه أي مبادرة من أي شخص مانا مجرد صدفة، بل هي بتحمل أفكار ومشاعر داخلية مخفية. العلامة السادسة الاهتمام على السوشيال ميديا. يمكن ملاحظة اهتمام الناس بك على السوشيال ميديا عندما تتلقى مبادرات الآخرين من طلبات متابعة ولايكات ومسجات. فاعلم أن هذه الأمور من النادر أن تكون عفوية وبدون أي سبب،
فالشخص الذي يبادر بالتواصل معك من المرجح أن تكون نيته التقرب منك، وإذا تكرر هذا الشيء مع أشخاص مختلفين فأنت بلا شك شخص مؤثر ومثير للاهتمام دون أن تدرك ذلك. العلامة السابعة، تغير سلوك الناس عند حضورك. إذا كنت تلاحظ تغير بكلام الناس وضعيتهم بشكل سريع عند دخولك لمكان ما، فاعلم أن حضورك إله هيبة وهرة وتأثير. قارن كل العلامات على نفسك وتمعن بها. أنت أيضا لا تنظر ولا تبتسم إلا لمن يجذب انتباهك، ولا تغير من وضعيتك وكلامك إلا بوجود شخص له تأثير عليك. الكثير من الناس يفقد الثقة بالنفس لأنهم لا يتلقوا الاهتمام من الآخرين بشكل مباشر، لكنهم يجهلوا أن الاهتمام لا يكون ظاهر ويحتاج للقليل من التمعن لاكتشافه. نتمنى أن تكون هذه العلامات ساعدتك بالتعرف على قيمتك الحقيقية التي من الممكن أن تكون لا تقدرها بالشكل الصحيح. وأخيرا، لو كنا قد أضفنا ولو القليل من الفائدة لحياتك، فاترك لنا لايك وشاهد واحد من